بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في برنامج من أحكام القرآن الكريم، وقد انتهى بنا القول الحلقات السابقة إلى قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. في هذه الآيات التي جاءت بعد قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فالآية التي قبلها في الشرك والنهي عنه وبيان أنه لا نهاية لضلال من وقع فيه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة منه ويدخل في الإسلام، وإلا فإنه لا يزال في ضلال إلى أن يموت ثم يكون إلى النار والعياذ بالله. في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. هذا بيان لحال المشركين وانحطاطهم وسخف عقولهم في أنهم لما تركوا عبادة الله ودعاءه صاروا يدعون من هو أقل منهم وأفقر منهم من العباد. إن يدعون أي ما، لأن إن نافية بمعنى ما، ما يدعون من دونه أي من دون الله، ما يدعو المشركون من دون الله أي غير الله إلا إناثا، وهي الأصنام. فالأصنام مؤنثة، ولهذا يقولون اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة، فهي أسماء مؤنثة وجمادات. وأيضا هم يقولون الملائكة بنات الله، يعبدون الملائكة من دون الله ويقولون إنهم بنات الله، مع أنهم لا يرضون بالبنات لأنفسهم فيجعلون لله ما يكرهون. تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. فكيف لا يرضون لأنفسهم البنات
ويصابون من ولادتهن ويكرهونهن حتى يؤدي بهم ذلك إلى وأدهن، وذلك بدفنهن وهن حيات تحت التراب حتى يمتن، ومع هذا ينسبونها إلى الله، فينسبون إلى الله ما ينزهون عنه أنفسهم. ثم زيادة في الانتكاس أن هؤلاء البنات التي يكرهونها هم يعبدونها، يكرهونها هم يعبدونها بزعمهم. فإذا قالوا الملائكة بنات الله، فكيف يعبدون البنات، يعبدون الإناث؟ ولهذا قال إن يدعون من دونه إلا إناثا. فهذا من باب الازدراء لعقولهم وبيان انتكاسهم. ويدعون معناه يعبدون، ولكنه عبر بالدعاء لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وإلا فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك، سواء الدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة. وكل من صرف شيئا منها لغير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. ثم أحط من ذلك في انتكاسهم أنهم يدعون الشيطان الذي هو عدوهم، والذي حذرهم الله منه بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهم يدعون الشيطان بمعنى أنهم لما عبدوا ما أمرهم به الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان وعبادة الملائكة وعبادة الأولياء والصالحين، الذي أمرهم بذلك هو الشيطان، فصاروا مطيعين للشيطان، فهم يعبدونه حيث يمتثلون أوامره. وإن يدعون إلا شيطانا، والشيطان هو إبليس وذريته وكل مارد من الجن والإنس، كل متمرد عن طاعة الله من الجن والإنس والدواب فإنه شيطان، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن، فذكر أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين. والمراد بالشيطان هو المتمرد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال شيطانا مريدا من التمرد، وهو التمرد هو الخروج عن طاعة الله عن تعمد وعن عناد وعن استكبار على أمر الله سبحانه وتعالى. فهم يعبدون الملائكة ويعبدون الأحجار والأشجار ويعبدون الشيطان الذي أمرهم بهذه الأمور، وهم متفرقون في عباداتهم. وهكذا الضلال ليس له نهاية، والكفر والشرك ليس له نهاية، فمنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الفروج إلى غير ذلك. فإنهم لما تركوا التوحيد الذي خلقوا من أجله فإنهم ضاعوا في عباداتهم وتخبطوا في عباداتهم حتى وصل بهم الأمر إلى هذا الحد. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.